مساء الخير يا حبايبي، مساء السعادة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة بقى عملنا حبة محشي حلوين، بس ختمت معانا بقى ايه؟ بحرق الحلة. انا اشتريت ردادة جديدة والراجل قال لي دي تيفال وكويسة، ورحت ايه حطيت عليها المحشي واتطمنت بقى موطية، وقلت خلاص بقى ايه يتشرب ويستوي براحته. دخلت لقيت الحلة بالمنظر ده، وبص الردادة كمان لزقت في الحلة من تحت. فقلنا بقى ما فيش غير الخلطة بتاعتنا اللي احنا بنعملها، اللي بننظف بيها زي ما شفت حضراتكم السيراميك والبتجاز، فاحنا هنعمل برضو نفس الخلطة مع اختلاف بسيط في المكونات. انا حطيت فيها حبة مية حلوين اهم، ولعت عليها النار وحطيت معلقتين ملح ليمون. انا عشان عايزة انضفها جامد والحرق جامد، رحت حطيت معلقتين ملح ليمون. هنسيبها لحد ما تغلي زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنزل عليها بحبة فيري صابون سايل، اي صابون سايل عند حضرتك، وهننزل عليها بنص معلقة ايه كربوناتو. هي هتفور، ابعدي وشك بس شوية عن الحلة عشان التفاعل ده يا حبايبي. خلاص هي هتقوم اهيت، بص التفاعل. احنا بس هنطفي البوتاجاز كده وهسيبهم يهدوا لحد ما اقدر اشتغل فيها، قيمة 10 دقايق مثلا كده. خلاص هي هديت شوية، انا هاخد منهم شوية هركنهم في الطبق دوت، هنشتغل بيهم برضو وهنبتدي بقى ايه نشوف بقى الحلة بتاعتنا. جبت السلكة الاستانلس برضو، السلكة الاستانلس دي برضو جميلة، بص عملت ايه حضراتكم في الحلة، احسن من السلكة الناعمة اللي بتغسل الالمونيا، لا دي احسن. بس الحلة سخنة، كنت كل شوية بهدي ايدي شوية، بس بصوا المنظر يا حبايبي، حاجة سحر بصراحة. هننظف القاع بتاع الحلة جامد قوي، هو كان اكتر حاجة متسخ. بصوا السرعة، شايفين يا حبايبي، بس لسه الحلة سخنة والمية سخنة برضو، بس انا قلت كده ايه نترك الحديد وهو ساخن كده زي ما بيقولوا. شايفين يا حبايبي الجمال، عندك طاسة قلية، عندك اي حاجة متسخة اعمليها بنفس المنظر ده وبنفس المكونات اللي احنا حطيناها. احنا هنلف عليها كلها بالسلكة الخشنة، عايزين ننظفها كلها، الحيطان والقاع وكله، عايزينها ترجع زي ما كانت واحسن كمان ان شاء الله. هنشتغل برضو بالخلطة اللي احنا عملناها، انا مش عايزة القعر فيه حاجة خالص خالص. بصوا بقى القاع بتاع الحلة شكله ايه، هي بردت شوية، المفروض كنت اشتغل بيها وهي سخنة كمان تحت، فبرضو هنعمل لها خليط تاني وهنشتغل بيها ان شاء الله مع حضراتكم. على قد ما هنقدر نطلع بالخلطة دي، والمفروض كنت سخنتها تاني شوية وحطيت بقية المكونات، بس برضو سهلة. بصوا يا حبايبي، الكربونات وملح الليمون والصابون خلاها روعة، لسه برضو عشان فيها الحاجات اللي نازلة وطالعة دي بتاخد وقت في النظافة، لو حلة ملسة من تحت ما كانتش خدت مننا وقت كده. انا هرش عليها حبة ملح ليمون برضو كده حوالين داير، وهنحط برضو حبة كربوناتو نساعد نفسنا كده واحنا بننظفها، هيسهل معانا. انا هوزعهم بس بالسلكة كده، عايزاه يتفرش في كل الاماكن المتسخة دي، وكمان بينزل على الحيطان، على الحيطان بتاعة الحلة نضفها برضو. ايوه نسيبها بس كده ايه ثواني ونبتدي بقى نشتغل فيها. هنكمل مع بعض كده يا حبايبي، نحط برضو تاني وهندعك برضو بالليمونة.
احنا عايزين ننظفها على الاخر. بس الملح الليمون جبار مع الليمونة. شايفين يا حبايبي بقى، هي تاخد منك شوية بس معلش هتنضف، لان دي كانت غلطتي ان انا حطيتها على الرضاضة والرضاضة طلعت ايه مش كويسة. بس يلا الحمد لله الحلة بتاعتنا نطفت الحمد لله اهو. عايزين بس نغسل الحيطان، الحيطان بتاعت الحلة حلو، وبعدين هنغسلها بقى بالليفة العادية، نطلع بقى كل الحاجات اللي احنا حطيناها، كل الخلطة بتاعتنا كده ننضفها ونشطف الحلة بقى بتاعتنا. خلاص كده الدنيا تمام. ايه رأيكم يا حبايبي بقى في الجمال ده؟ فعلا الخلطة بتاعتنا دي قاهر للدهون وقاهر للحروق وجميلة جدا جدا في المطبخ، انا بستخدمها في كل حاجة يا حبايبي. ده كان الفيديو يا حبايبي بتاعنا النهاردة. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك، والى اللقاء في فيديو قادم. باي باي.